فيهم الكثير من النساء، الأمهات والخالات والجدات، واللي يعني تعتني بالطفل الصغير مسؤولية. والطفل الصغير اللي ابتداء من 6 شهور كنبداو نوعوا له التغذية ديالو، ما كتبقاش تقتصر على الحليب، وإلا كان الحليب ديال الأم طبعا أحسن، وإلا كانت معاها أيضا الرضاعة الاصطناعية والحليب ديال البيبرون ما فيها بس. ولكن من 6 شهور كيفاش خاصنا اليوم نوعوا التغذية ديال الأطفال، شنو خاصهم ياكلوا شنو ما خاصهمش نهائيا ياكلوه، كيفاش ممكن بعض الأغذية تظهر وربما تنتج واحد الحساسية أو أنواع الحساسيات عند الطفل، واليوم أيضا شنو هي بعض العادات السيئة اللي خصنا نتفاداوها وخصنا في الحقيقة نوقفوها نهائيا، لأنها كتولف وليداتنا من الصغر على الحلاوة، على كثرة الحلاوة أو على كثرة الملوحة أو المذاقات اللي يعني من بعد غادي تخليهم يكتسبوا عادات غذائية غير سليمة. عيناني المختصة في الحمية والتغذية وطب جميل، اليوم كنتكلموا على تغذية الأطفال من سن أو طفولة الصغرى، يعني من 6 شهور الأولى كتكون الأم كترضع، وحلم كل أم أنها ترضع طبيعيا الرضيع ديالها، كيبدا يدخل لو بيبرون، كيبدا يدخل الحليب الاصطناعي. ومن 6 شهور طبعا الاطباء ديال الاطفال كينصحوا الامهات باش انهم ينوعوا التغذيه ديال الاطفال. اليوم بغيت نتكلموا معاك على كل ما كيخص ندرجوه وندخلوه في التغذيه ديال الطفل، ولكن ايضا شنو هي العادات الملحوظه اللي راه فيها مضره، ماشي كتحبب الدراري الخضره ولكن راه ربما مغلوطه وخصنا نوقفوها نهائيا. 6 شهور اشنو كيطرا، علاش كيكون ولا الرضيع مستعد ندخلوا له امور اخرى في التغذيه؟ بعدا مزيان اللي تكلمتي على 6 شهور، لان بزاف الناس كيبداو التنويع الغذائي شويه قبل على 4 شهور او 5 شهور، وهنا تيكون الجهاز الهضمي ديال الرضيع باقي ما مستعدش باش يستقبل حاجه اخرى من غير الحليب، سواء ديال الام او ديال الصيدليه. وهذا الشيء تينتج عليه وتترتب عليه حساسيات اللي كنقدروا نتفاداوها اذا بينا اذا احترمنا هاد التوقيت اللي هو 6 شهور، عاد كنبداو التنويع الغذائي. كنبداو باشياء بسيطه جدا، كنبداو بخضر وفواكه. وكيفاش الخضر؟ كنحاولوا ندخلوا كل نهار خضيره جديده. علاش؟ باش اذا سبحان الله هاد الرضيع عنده مشكل ديال الحساسيه لنوع ما من الخضر، كنقدروا نعرفوه سهل، لان كندخلوه كتبان الحساسيه ديالته، اذا كنحاولوا نتفاداوه من بعد. كنحاولوا ما نضيفوا حتى شي حاجه من التوابل، ما كنضيفوا لا ملح لا سكر، لان بزاف الناس كيديروا في الصوبه ديال الرضيع تيقول لك باش يبغيها ليا غندير ليها الملحه. خصنا نعرفوا بانه هادوك لي بابي غوستاتيف، داك الحبيبات ديال الذوق اللي عندنا في اللسان ديالنا، حنا اللي كنولفوهم المذاقات، اما طبيعيا فهما ما مولفين حتى شي مذاق، المذاق اللي عطيناه غادي يتعرفوا عليه وغادي يستقبلوه وغادي يقبلوه. نعم. بدون ملح، بدون توابل، بدون سكر. جربوا، راه الطفل الرضيع غادي يقبلوا لك بلا هادشي. علاش؟ لان اولا الملحه كتنفخ، ثانيا كنولفوه مذاق من الصغر مولف مذاق زايد في الملحه. كنلاحظوا بعدا غير الثقافه ديالنا مولفين، ملي كناكلوا ماكلات ديال بلدان اخرين كيجيونا باسلين، لانهم في الواقع ناقصين ملح، هما مولفين ماكله ناقصه ملح علينا حنايا. حاجه اخرى، الفواكه ما غاديش نعطيه جميع الفواكه الموسميه، مثلا ما يمكن ليش مثلا بدل بالرضيع نبدا ليه بالفريز، حيت كاين موسم الفريز وحنا كنعرفوا بان الفريز كيقدر يترتب عليه وينتج عليه حساسيات اللي هي كثيره. اذا الفريز غادي نخليه هو اخر فاكهه حتى ينضج الجهاز الهضمي ديال الرضيع ديالي، عاد نقدر نعطيه ربما على سنه، عاد نقدر نعطيه بحال هاد الفواكه. الطفل ديالي الحمد لله غادي يوفي هاد لاسومين بروجي ان شاء الله، ديو في سنة وما كياكلش بزاف، يعني غير رضاعة.
وكياكلش بزاف قليل مره قاعد كياكل الا عطيتو مثلا الروز هكا شي حاجه زعما طلقتها لي مثلا خيزو خضيره كمسلوقه كيف ما قلتي دابا يعني الملحه والسكر ما ديرش لهم بزاف وهذه ما كنديرش لهم زعما وليداتي بجوج انا ما كنديرش لهم السكر وداك الشيء زعما اللي كنطحينه به غير هو ما كياكلش وضعيف لي شويه يعني ما كيبغيش لك الخضار ما كيبغيش اللحوم شنو اللي ما كياكلكش ما كياكلش بزاف هما الحمد لله زعما كياكل كلشي غير هو ديك الكميه اللي كتجيك ناقصه واش دغيا كيشبع ولا حيت كتعطي الحليب عليها كيكون اصلا شبعان وما كي ما كي يقدرش ياكل ليك لا لا ماشي على حسب الحليب اللي كنعطيه ما تشدش البيبرون كاع نهائيا من نهار الزاد ما شدليش الرضاعه ما شدش كاع الحليب زعما ديال الفرماسي ما شدوش ليا وباقي كيرضع الرضاعه طبيعيه رضاعة طبيعية والماكلة ديالو ناقصة زعما رد البال غير للرضاعة وصافي واخا يمكن هذه غير علاقة عاطفية اللي بينك وبينه اللي مخليه أنه لاصق فيك وما 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 باغيش حاجة أخرى حاولي مثلا شي حد آخر يتكلف يمكن بالوجبة ديالو ديال الفطور ديال الغداء الوجبة مخففة ما بين الوقت ما بين الفطور والغداء ووجبة مخففة ما بين الغداء والعشاء لأنه في عام خص بعدا يكون بادي نظام غذائي متوازن بحال عند شخص كبير غير هو عنده الوجبات المخففة شوية أكثر في الـ في الـ في الـ ما بين الفطور والغداء وما بين الغداء والعشاء حاولي تبعدي في ديك الفترة ولف شي حد آخر هو اللي يوكله يمكن لربما يقبلها لا هو دكتوره ما كاينش حتى شي حد من غيري انا الا ما شافنيش انا كاينو دي غوت صافي كيغوت واحد الغوات نيت عنده يعني كيزرق في الوجهه ديالو داك الغوات هكا يعني الا ما لقانيش انا ما ياكل ما يشرب ما يمشي حتى شي حد هذا هادي زعما واش كتلاحظي بان كاين شي ماكله كتعجبو نعم واش كتلاحظي بان كاين شي ماكله كتعجبو اكثر من حاجه اخرى كلشي كياكل لك كل شيء ولكن واش انت مولفه ان فيما كتعطيه ياكل كتكملي ليه بالرضاعه ما كيبغيليش ياكل حتى واش كنكمل له بالرضاعه ما كيبغيليش ياكل كاع نهائيا حيت هنا انت اللي خصك تاثري هاد الوليد ما يمكنش من دابا هو اللي كيفرض عليك شي مسائل الا جاع غادي ياكل فهمتي الحليب خصك تخليه ليه هذا هو دابا كمل عام خصك تخليه ليه الصباح ملي كيفطر ملي كيفيق الصباح تخليه ليه يمكن مع ديك الثلاثه د العشيه ولا هذا يقدر ياخذه مازال والليل الليل كيبات كيرضع ما خصوش يبات كيرضع يرضع وينعس منين يفيق ربما باغي غير يتقلب ربما غير مخسر لاكوش ديالو خصو يبدلها ماشي بالشرط انه خصو ياكل باش ما تولفيش الماكله في الليل لانه عنده عام صافي انتهى الماكله ديال الليل خصها تحبس هي اخر ماكله ديالو تقدر تكون رضاعه في 12 الليل ديريها متاخره ولا في 11 الليل والصباح تقدري مع الخمسه ولا السته الصباح تعطيه الرضاعه مازال ولكن بيناتهم انت اللي خصك تفرضي عليه بان ما بقاتش الرضاعه ديال الثلاثه والربعه الصباح فاطمه انا بغيت نسول الدكتوره انا عندي سؤال بحال هاد السيده اللي قبل مني انا بنتي عندها عام وشهرين وتاهي ما تاكلش ليا مزيان شنو معنات ما كتاكلش مزيان علاش ما كتاكلش تترضع رضعات عندي رضعة طبيعية ما عمرها شربت الحليب من نهار تزات ما تاكلش مزيان ما شاء الله عليك برافو عليك برافو قال بالزوله اللي تترضع مولفها ما تاكل حتى تحس بهذا وتقول لي واعطيني مرضع تجيب لي بحوايجك تقول لي واش جيت بالزوله مرضع وحيت راه شرفات دابا دابا ولات عزيبه ايوا شنو واش كتعطيها تاكل معاكم ولا كدير لها ماكلتها بوحدها؟ لا تندير لها ماكلتها بوحدها تنقطع الصباطه بالخضره تنعطيها الحوت تردي المسام شوي تنعطي لها عزيز عليها الحوت تاكلو مزيان باكا شويه الروز اها وشنو اللي ما كتبغيش ليك؟ هي الماكله قليله هي تاكل هي الماكله اللي قليله ما تاكلش مزيان كتحسي بها بان قياسها ما واخا ملي كديها عند الطبيب حيت راه يقدر يكون هادشي نسبي ملي كترديها عند الطبيب تيقول لك النمو ديالها مزيان ولا لا؟ انا
تقريبا الوزن ديالها ملي عبرتها لقيت عندها 9.5 كيلو ونص اللي لقيت عندها. 9 كيلو ملي كملات عام، ملي كملات عام لقيت عندها 9 كيلو ونص. مزيان. شنو قال لك الطبيب؟ قال لي مزيان، قال لي مزيان، قالت لي مزيان، قالت لي العبار ديالها مزيان. لا راه مزيان ما تخافيش عليها. كتبان لك بانها ناشطه في في ناقصه في الطول، حتى الطول ناقص عندها، تبان لي ناقصه في الطول اللي شافها ما طيعتهاش عام، ناقصه في الطول. واخا وانت يا طويله ماشي بزاف يخرجوا البوم. واش بغيتي عندها مسكينه هاد البنيه ياك ما ظلماتش بغات دير لها الدوباج. خصنا نديوها شويه فين نديوها لالمانيا الطوال شي شويه ونرجعها. لا شو بالنسبه للوزن ديالها انا تنظن بانه مزيان، السن ديالها ما تشطنيش عليها، القامه ديالها فبطبيعه الحال غادي تكون كتشبه العائله ديالها، يا اما الوالد ولا الوالده ديالها، اذا هذا الشيء ما خصوش يخلعك. هادو هما المؤشر اللي كيبان لينا نقدروا نردوا معاه البال، الوزن والنشاط ديالها اليومي، واش كتلعب واش كتحرك واش كتبان لك نويشطه. لا الحمد لله. الا كان هادشي بحال هكا ما تخافيش، حاولي غير تنوعي، يعني يوميا يكون عندها شي حاجه جديده، نوبه بيضاء، نوبه لحم احمر، ولكن راه غير شويه ما خصكش تكثري عليها، لان كلشي كيتصفى في الكيلي وهي الكيلي ديالها باقي صغار، ما يمكنلكش تكثري عليها بحال غتعطي الانسان كبير. نوبه دجاج، نوبه سمك، نوبه قطاني، نوعي كل نوبه ديري ليها حاجه باش اولا هي ما تملش، ثانيا تاخذ نصيبها ديال الفيتامينات والبروتينات والاملاح المعدنيه اللي متواجده في كل حاجه من هادو. عندي واحد بنيته عندها سنين، ولكن انا الام الوحيده اللي كنربيها بوحدي من مده الحمل ديالها بوحدي كنكلفها بها. ما عرفتش شنو المشكل اللي عندي معاها، كنوكلها الماكله داكشي اللي كنعمل. اييه كنوكلو ليها، ولكن ما كترتب لي على حتى شي حاجه، ما كتبغيش تاكل ليا دابا في ساعة الغداء في الفطور خصها غير البيضة بزيت العود. هادشي اللي كنعمل ليها، لا شي حاجة بلا باش كيريها هكا صافي. المشكل ديالها تحت العينين ديالها جعلها زرق بزاف، ما فهمتش شنو غادي نعمل معاها. صباح الخير. صباح صباح الخير اختي. بنوته فوقاش كتنعس؟ الساعة اللي كتنعس فيها في الليل؟ كنعس بكري، حيت انا اصلا كنعس بكري كنخدم، مع ديك التسعود هكا التسعود ونص خصنا نكونوا ناعسين. هي بالنسبة لها التسعود ولا التسعود ونص راها مأخرة عليها، هي عندها غير 6 سنين، خصها 8 ونص على أكثر زعما تقدر تكون ناعسة، أنا باقا صغيرة. هادي من جهه، من جهه اخرى منين تيكون عندنا المشكل ديال هاد الزرقه تحت العينين نحاولوا نشوفوا غير لما كاينش مشكل في الكبد، ديري لها غتمشي عند الطبيب باش يدير لها التحليله ديال الكبده ديالها، غير ما يكونش عندها مشكل يقدر يكون هادشي عندكم وراثي. شوف واش انت ما عندكش لي سيرن اولا شي حد، ولا من جهه الاب ديالها ما كاينش هاد المشكل ديال لي سيرن، بعد نوبه تيكون وراثي. زعما الحاجه الوحيده اللي كنخافوا منها هي الكبده، من غير الكبده غالبا كيكون وراثي. الاب ديالها بخير زعما الصحه ديالو مزيانه. ماشي غير واش عنده لي سيرن ديك الزروقه تحت من العينين. الزرقه تحت العينين، حتى هو عنده ديك الزرقيه تحت العينين. حيت غالبا كتكون وراثيه، هادشي اللي قلت لك، الا كانت وراثيه ما تخليكش. تحاولي غير تنعسيها بكري، في التغذيه ديالها تحاولي تنوعي ليها، تاكل خضروات وفواكه والسمك. نتوما تبارك الله في طنجة راه موجود الخير. الحمد لله الخير موجود. الخير موجود، حاولي تعطيها السمك وان شاء الله كل البنيه ديالها صحيحه ان شاء الله. الحمد لله كنحاول زعما نوفر ليها كل ما بغات، كندير مجهودي كامل، واخا المرحله ديالي شويه ضعيفه كنحاول نوفر ليها كل ما بغات، كناكلها مزيانه ديما طلا فيها، بعض المرات كتكون مزيانه ولكن بعض المرات كيفرقوا ليها العينين ديالها كتخلع عينين. لا لا ما عنديش. نهضر معاها تنقول لها ماما علاش كدير هكا، كتقول لي وصفه ماما انا هايدا، ولكن كتفكر في المشاكل ديالي كثار. ولكن واخا السن ديالها 6 سنين هزي شي حاجه فوق من الطاقه ديالها، كنقول لها ماما انا ما عندي والو، ما عندي حتى شي حاجه، كتقول لي لا علاش انتينا دائما كتبكي، علاش انتينا دائما كتبكي. حيت انك ما تقولي ليهاش حاجه، انك ما توصلي ليهاش الاحاسيس ديالك حاجه اخرى، الا حسات بك مكدره
راه حتى هي غادي راه حتى هي انسان كيحس عندها احاسيس وحتى هي كيوصلوا هذوك الاحاسيس وكتعيشهم بالجهد ديالها ديال 6 سنين ولكن راه كتعيشهم فهمتي. اذا ملي انت تقولي كنوفر لها كلشي ماشي غير المادي راه المعنوي اكثر من المادي ماشي غير راه الا عنقتيها والا تكلمتي معاها وتصاحبتي معاها تنظن غادي ترتاح نفسانيتها اكثر من انك غير توجدي لها ماكله وتوجدي لها ما تلبس وتهيئي لها شي ظروف ديال الراحه من هذا النوع. تنظن الراحه النفسيه وخاصه في الحاله ديالها محتاجها اكثر. شبكة ما كنديرو ليها راه كنعسها في جنبي كنعلقها كنلعب معاها كندير ليها كلشي ولكن الحاجة الوحدة اللي عندها في العقل ديالها ماما خرج من ديك الخدمة من بيعها وشريا هذه الهضرة اللي عندي ماما ما تبقاش من ديك الخدمة إوا يمكن من ديك الخدمة من بيعها وشريا ماما تنقول لها بنتي راه ديك الخدمة اللي معاوناني كتقول لك لا خرج منها وهي باش غتعرف هادشي كله زعما هاد الهضره كبيره عليها. كتجي عندي الخدمه مره كنقول لها نخرج من المدرسه بنتي اجي عندي لتماني قدام الباب يعني ما عرفتش ما فهمتش انا اصلا ما عندي لا حنين ولا رحم ما نكذبش عليك بكل صراحه يعني كلشي نخلي لي انا بوحدتي انا وياها. والله الله يخليها لك والله يعوض لك كل شيء فيها ان شاء الله وحتى شي ازمه ما كدوم وتبارك الله عليك انت كتحاولي باش تخرجي راسك من 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 هاد الظروف الصعبه وان شاء الله بنيتك راه غمض عينيك حلها هي كبرات غير حاولي المشاكل ديالك تبقى بعيده عليها لان خصها تعيش الطفوله ديالها ما ترفدش المشاكل ديال الناس الكبار في هاد السن المبكره خليها تعيش طفولتها عاديه ما خصهاش كاع تعرف شنو هي الفلوس ولا معنيه الفلوس ولا شنو ما خصهاش تعرف هاد الشيء هي بعيد عليها هاد الشيء ما خصهاش ترفد الهم ديالو باش تولي تقول لك لا خدمي هاد الخدمه ولا ما تخدميش خدمه اخرى معنيتها انها هازه هاد الثقل حاسه به وواعيه به وكتحاول تقلب لك على حل كثير عليها خصها تعيش الطفوله ديالها ديال اللعب كتلعب كتاكل كتنعس هادشي اللي كدير. تفضلي. انا عندي بنتي عندها دابا 11 شهر كناكلها عادي الحمد لله كتاكل ليا كلشي ماشي كلشي ولكن الماكله ديال الاطفال الصغار مؤخرا من دارت 9 شهور ولا كيبانوا ليا واحد الحبيبات في وجهها ما عرفتش واش تكون حساسيه من الماكله ولا مناش ولو كيعطوا ليها حتى معمقها خديت لها تريتمون ديال الدواء ارتاحت الحمد لله ودابا عاوتاني ولا ملي كنحيد لها داك لابوماد كيوليو عاوتاني. معنيتها انها كدير الحساسيه ديال شي حاجه اللي خصك تحاولي تعرفيها واش بديتي كتعطيها السقاطه ولا مازال حنا كنسمعوها بعدا كتسمع صوتها كتبغي لي بسكوي خلاص كنعطيها لي بسكوي يقدر يكون شي حاجه في المكونات ديالهم اللي ولا ديك الحلاوه بكثره هما اللي غالبين عليها وكيديروا لها هذه الحساسيه حاولي تفادي هذا الشيء ومن بعد ردي البال شنو هي الحاجه اللي يمكن يكون الشكلاط اللي فيهم لان الشكلاط غالبا ما كيدير الحساسيه للاطفال ملي كيكونوا صغار وخصنا نحاولوا بالنسبه للاطفال مزيان لهذا اللي في خوي اكوك يعني الجوز اللوز كاع ديك الفواكه واش كاع دوك الفواكه اللي كاين فيهم الفواكه الجافه اللي فيهم القشره بحال الجوز واللوز كلهم خصهم يكونوا شي حاجه اللي ما كنعطيوها الطفل حتى تيوفى عامين الا عطيناها له قبل من العامين كيقدر يؤدي الى حساسيه وحتى الحساسيه ديال الصدر اذا نحاولوا نتفاداو هاد الفواكه لافوكا اللوز الجوز بحال هادشي اي حاجه اللي فيها اكوك اللي فيها قشره مغطيها. اوكي شكرا دكتورة. لا شكرا على ما جبتي. وبنتي راه ما كترضاش ما رضعتيش طبيعي نهائيا يعني يمكن هذا اللي مخلي المناعه ديالها شويه ناقصه. بالنسبة للميكروبات ماشي بالنسبة للحساسية ما تنظنش لأنه مثلا نعطيك أنا غير مثال عندي ولدي الصغير رضعته سنة كاملة وعنده اللي عنده مشكل ديال الحساسية زعما ما كاينش ما تنظنش كاين علاقة ما بين هذه وهذه. شكرا دكتورة. اسمحوا لي عندي واحد السؤال عندي واحد الوليد عنده 6 موا يلاه دارها وبديت ليه الماكله دابا تقريبا 5 شهور ونص تقريبا بحال هكاك بديت ليه غير بالليجيم كل نهار كنعطيه خضره من كل نهار كنعطيه خضره مسلوقه ولا مبخره كندير فيها والو لا ملح لا والو غير الزيت
شويه زيت البلديه كنعطيها ليه في الغداء ودي فوا كنعطيه حتى بالليل. غير المشكل اللي عنده انا ما بقاش كيبغي ديجا هو الحليب كان عندي ما كيبغيش يشرب بزاف الحليب سيرتو كنعطيه رضاعه من عندي يعني طبيعيه اون بليس كنعطيه البيبرون. دابا لاحظت بانه ما كيبقاش كيبغي ليا الرضاعه ديالي البزوله والحليب كياخذ ليا غير 60 نورمالمون فلاج ديالو هو خصو في الصباح دابا بحال في الصباح ما كيفاش كياخذ ليا غير 60 قليله عرفت نعم قليله عليه بالفعل قليله عليه دي فوا الا بقيت كندير 60 وكنخليه شويه عاد كنعطيه 30 يعني يقدر يشرب 90 بحال هكا. ولاحظت دابا في الكوتي كنحاول معاه كندير البيبرون وكنديرها دي فوا كنبقى غير رميها ما كيشربهاش في الليل كان اسايي مي البروبليم كيفيق ليا بالليل شي 3 4 فوا بالليل باش كيفيق فيه الجوع كيفيق حيت فيه الجوع حاجه طبيعيه. حاولي تغيري ليه هاد الحليب يمكن ما بقاش بغاه حاولي تعطيه نوع اخر واستشري ولا بد مع الطبيب ديالو لان يشوف ربما عاوتاني 6 شهور. ما نساوش واحد المساله كيبداو سنينات كينوضوا الشهيه ديال الاطفال كتنقص يمكن شي سنينات جايين حاولي تمشي عند البيدياتر باش الا كانوا غير سنان راه اهلا وسهلا ما كاين بس الا كان مشكل اخر خصنا نعرفوه لان فقدان الشهيه غالبا كي مؤشر على مشكل ما اللي هو منطقي هي نص شهور كتزامن مع الخروج ديال السنينات الاولين ممكن الا كان ممكن كتنقص عندهم الشهيه ومساكنوا كيضعفوا في ديك الفتره اذا كان مشكل اخر خصنا نعرفوه. داكو انا دابا كان عنده هذاك كان عنده واحد الحليب ما نقولوش الناس لا ما نقولوش سميات دابا من نيميرو 1 بدلت للنيميرو 2 شويه ايبي على الاول دي فوا كي هو من كان عندي صغير ما كيبغيش بزاف الحليب يعني هذا هضرت مع البيدياتر ديالو دابا بدلت لي النيميرو 2 انا عندي رونديفو نورمالمون لندي مع البيدياتر غنهضر معاه على هذا الشيء حيت ما بقاش كيبغي حتى الرضاعه ديالي لاحظت انه ما كاين فرها ما بقاش كيبغي واخا والماكله اللي كتوجدي ليه كياكلها لك كياكلها الحمد لله كياكلها اللي قال لي كنعطيه ليه ما كندخل معاه حتى حاجه كياكلو مزيان شوف البروكولي اللي ما كيعجبوش ماشي مشكل حاولي تدخلي ليه الحليب في الوجبه ديالو ربما يقبلها اكثر بحال غادي ندير هذه كويغ مع هذه مع لا بيغي بحال مع لا بيغي تنظن بعدا على الاقل غادي ياخذوا ولكن ولا بد غتستشري مع الطبيب باش تشوفي واش ما كاينش شي مشكل يقدر يدير ليه تحاليل ولا هذا يشوف واش ما كاينش ما عندوش شي انفيكسيون شي تعفن ربما اللي مخلي لهاد الشهيه ديالو تنقص ما كيشربش هو ديجا عندنا الحليب اللي عطينا للبيدياتر باسكو انا اليرجيك بالفخوي دماغ داكشي عطانا الطبيب وباباه بالحساسيه ديال البوسيغ عطينا واحد الحليب سبيسيال ديال اليرجيك داكشي علاش قلت دابا مستشار ان شاء الله مع واحد ربي يخليك وعندي واحد كيستيون اخر صغير باختصار يا امينه اها باختصار واخا اختي كاين كنكون دي فوا كيكون جالس بوحديتو هكا كنلعبو معاه لا كيبقي يتعصب كيشد باقي نورمالمون سي موا كيشد يدو كيتعصب كيولي احمر وكيتعصب بزاف ما عرفتش شنو السبب اللي كيدير لها كيدير ليه هكا. شكون اللي كيقابلو هاد الوليد؟ حنايا غير انا وجداتو معاه في الدار يعني ما كاين حتى شي واحد انا ما خداماش معاه في الدار يعني ما كيقابلو حتى شي حد اخر بغريب. وانتوما ما كاينش شي جو ديال العصب في الدار؟ نو ديتو بالعكس ديما ضاحكين معاه كنا زعما بالعكس فرحانين به كنا ضاحكين معاه كاين واحد الجو زوين. واذا هادي شي حاجه ضاره يا اما كيف قلت لك السنان يا اما حاجه اخرى خصكم تعرفوها هاد الوليد مادامو بحال هكا اذا كاين شي حاجه اللي كتزعجو اللي هذا راه مؤشر زعما ما تستهانيش بهاد لي سين هادو كلهم غتقول لهم للطبيب ديالو باش يدير ليه تحاليل باش يشوف واش ما كاينش شي مشكل اخر من غير هاد الخروج السنان وما يكون باش العناني باهم النصائح. اذا اولها انه الطفل قبل ما يوصل 6 شهور وحنا مازالين كنرضعوه الا كانت السيده كتعطيه البيبرون ما نزيدو فيه لاسكار
لا ملحه لا والو، يعني البيبرون كاينين بعض السيدات اللي كيقول لك اجي نخلط له فيه نتقلو له سورتو البيبرون الليل باش يتقل الخليط باش يكالي البيبي باش ينعس. هنا كنولفوا الاطفال واحد الماكله اللي هي ثقيله، يمكن كنوسعوا لهم حتى المعده ديالهم، وهذا ماشي في الصالح ديال الرضع ديالنا، لانهم كنولفوهم واحد الطريقه ديال التغذيه غير سليمه من الصغر. اذا اللي ممكن نديرو تدريجيا هو الماء باش كتحضر السيده الحليب ديال الرضاعه، تبدا تصوبو مثلا بالماء ديال الخضر بحال بويون مرق الخضر. في الاول كندخلوا لهم غير المويه ديال الخضره، لانهم كيف قلت لكم الجهاز الهضمي ديالهم باقي ما تيكونش مستعد باش يستقبل ويهضم خضار وفواكه. وتا الفواكه اللي غنعطيوهم نحاولوا نعطيوهم فواكه البسيطه، نديروا يعني اللائحه دابا يعني باش نعطيوهم بقى لنا دقيق. نقدر نعطيه تفاح البوعويد ولكن طيبين، التفاح والبوعيد طيبين، يعني كنعطيهم ليه بحال كومبوت، كنطيبهم وكنعركهم وكنعطيهم ليه، يا اما كنبخرهم من الاحسن نبخرهم باش كتبقى القيمه الغذائيه ديالهم مزيانه، ولا الى ما امكن ليش نقدر نسلقهم ونصوبهم لي اون كومبوت وما نزيدش فيهم السكر. البنان اللي كنقدروا غير نعركوه ونعطيوه ليهم تيقبلوه وتيبغيوه. نحاولوا بزاف ديال الناس كنشوفهم كيغلطوا واحد الغلط، ان الخضره كيعطيوها ليهم في البيبرون، خاص هاد الطفل يفرق ما بين الحليب وما بين الوجبه ديالو ديال الغداء ولا ديال العشاء. يعني نولفوا المعلقه واخا كتمحنا شويه لان كتستغرق وقت اكثر، السهوله هي انني نعطيه بيبرون اسهل ما كان يقدر كاع يقبطو بيدي او نقبطو له انا ودغيا دغيا غادي ياخذو، ولكن نحاول نعطيه بالمعلقه نولفها ليه بشويه بشويه. نحاول حتى هذاك الرضيع ديالي ملي كنوكلو انا عيني عليه كنهضر معاه، كنقدر نتكلم ليه تاع الوجبه ديالو، هادي راه هذا راه تيفهمو، وهي واحد الوقيته اللي كتكون واحد صله الوصل حميميه ما بين الام والرضيع ديالها او الطفل ديالها. ما يكونش صداع حدايا، ما يكونش تلفزيون خدام، ماشي ندير ليه مثلا ميكيات يتفرج فيهم وهو كياكل. هنا كنولفوا عادات غذائيه غير سليمه.